وادي رم، منطقة جبلية شاسعة قاحلة مكونة من الجرانيت والصخر الرملي. يبدو من المستحيل وجود أي نوع من الحياة في هذه الظروف، لكن على بعد كيلومترات قليلة جنوب هذه الصحراء نجد خليج العقبة. من المذهل اكتشاف وجود مناظر طبيعية رائعة تحت سطح الماء، مليئة بالتشكيلات المرجانية التي تحول المكان إلى جنة. يشكل هذا المكان الرائع موطناً لأكثر من 1200 فصيلة من الأسماك، فالحيد المرجاني لا يوفر لها الغذاء وحسب، بل الملجأ للاختباء من الحيوانات المفترسة. من بين تلك الفصائل لابد لنا أن نركز على نوعين يتنازعان على مركز الصيد الأعظم. كل زاوية مخفية في هذه المنطقة الجميلة هي حافز لكليهما لإظهار تفوقه. هذا الصراع بين ثعبان موري وسمكة الأسد يظهر كيف تستمر الفصائل البحرية الأخرى في حياتها اليومية في قاع البحر غير مكترثة بالخلاف بينهما. أثناء استكشاف الحيد المرجاني يبرز مرجان الخس الرائع، فارضاً وجوده ومتفوقاً بطوله على بقية الأنواع. يمكن تمييز هذا النوع بسهولة بواسطة شكله ولونه الأخضر الناضر، كما يشير إلى ذلك اسمه. لكنها ليست مبعثاً للجمال وحسب، إذ تزدهر أشكال كثيرة من الحياة بين تكويناتها المملوءة بمجسات تتخذ شكل الزهور. لذا فمن المؤكد أن هناك الكثير من الأحياء الصغيرة التي تجذب انتباه ملك هذه المنطقة، سمكة الأسد. يتشكل المرجان بفعل عدد كبير من الكائنات متعددة الخلايا التي يطلق عليها اسم الزوائد، والتي تعيش ضمن مستعمرات ضخمة. تنمو داخل الشعاب المرجانية طحالب ترتبط معها بعلاقة تكافل، حيث تتغذى على مخلفات المرجان الذي يستفيد بدوره من الأكسجين والسكريات التي تنتجها الطحالب. تنضم كل من سمكة البحر الذهبية وسمكة دامسل ثنائي اللون للمشاركة في علاقة التعايش هذه، إذ تتغذى هذه الأسماك على العوالق الحيوانية التي تبدأ بالنمو بين ثنايا الشعاب المرجانية الملتوية. يحملها الفضول على اختلاس النظر للداخل والاختباء بسرعة مدهشة، وتشكل ألوانها البرتقالي والأبيض والأسود تناقضاً صارخاً مع اللون الأخضر الحاد. بسبب طبيعتها الانعزالية تسبح سمكة الأسد بهدوء خلال اليوم، مراقبة الحيد وباحثة عن مكان تختبئ فيه. يمكن أن يزداد تعداد أفواج سمك الأنثياس ليبلغ عدداً ضخماً، وهي تبقى قريبة من الشعاب المرجانية التي تتخذها مسكناً لها. كل هذه الأسماك إناث، ويمكن تمييزها من خلال لونها البرتقالي الزاهي الذي يزينه خط أرجواني يمتد حتى عينيها. أما الذكور في هذه الفصيلة فهي أكبر حجماً وتتميز بلونها الرمادي وبزعنفة ظهرية تنتهي بشعاع طويل وذيل يتخذ شكل القيثارة. كما أن ذكور الفصيلة لديها ارتباط كبير بالمكان، وتعمل باستمرار على حراسة الإناث والاعتناء بها. تهاجم سمكة الأسد بسرعة،
لكن ذلك ليس كافياً لاصطياد أسماك البحر الذهبية، فعنصر المفاجأة لا يتوافر لهذه السمكة المفترسة خلال النهار. ورغم أنها في الأساس صيادة ليلية، إلا أنها تستمر في البحث عن فرائس جديدة ممن تقتحم منطقتها. بين الشعاب المرجانية يسبح الأخطبوط الأزرق الكبير باحثاً عن الطعام، وهو الأخطبوط الوحيد الذي يقوم بذلك خلال النهار. الأخطبوطات سريعة جداً في السباحة، لكنها تفتقر إلى أي تكوين عظمي، لذا فإنها تتحرك بسهولة تحت الماء من خلال الانزلاق أو المشي على مجساتها الثمانية، وهذا يمكنها من الاختباء في أي زاوية من الحيد. يمتلك الأخطبوط في جوفه كقريبه الحبار المفقود منذ زمن 3 قلوب ودماغاً وعيوناً في غاية التطور، كما أنه يمتلك أنبوباً عضلياً يستخدمه لطرد المياه واكتساب سرعة أعلى. تتميز هذه الفصيلة بلون بني أو أحمر، لكنها تتمكن من تغيير لونها متى أرادت. هناك خط أبيض واضح يلف جسم الأخطبوط ويميز هذه الفصيلة عن غيرها. يمكن للأخطبوط تغيير نمط حركته بشكل متكرر، لكن قدرته على تغيير ملمسه هي الأكثر إثارة للدهشة. هذا نوع من التمويه، إضافة إلى الأكواب الماصة القوية، ساعداه في أن يصبح صياداً لا يقهر. وهو حيوان قارد يتغذى على الأسماك والقشريات والأعشاب البحرية. عندما يقترب الأخطبوط الأزرق الكبير من فريسته، فإنه يقفز باتجاهها ويحيطها بأذرعه، ثم يبتلعها بواسطة المنقار الموجود في الجانب السفلي من رأسه. تساعده الألوان الفاتحة على تضليل الفريسة. انتهى وقت تناول الطعام. أظهرت أسماك دامسل ثنائية اللون هذه بكل وضوح أن تلك ليست منطقتها. هذه الفصيلة مرتبطة بالمنطقة بشكل كبير. ينقسم جسمها إلى قسم أبيض اللون وآخر أسود، يمكن أن يختلفا بشكل ملحوظ من سمكة إلى أخرى. تعيش تلك الأسماك في مجموعات كبيرة تنتشر قرب الحيد، وهي أسماك نشطة تعمل باستمرار على مراقبة منطقتها الخاصة. في عالم المرجان تعتبر ثعابين موري واحدة من أقوى المفترسات. يبدو ثعبان موري أصفر الفم هذا متوتراً. رغم مظهره الشرس، إلا أنه يمكن إخافته بسهولة، ولن يتردد في الاختباء داخل كهف صغير بحثاً عن الحماية. أما هذه الفصيلة ثعبان موري هندسي الشكل، فأفرادها أكثر ارتباطاً بمنطقتهم، فعلى عكس ثعبان موري أصفر الفم، يخفي المظهر الأملس لهذا الثعبان عدائية وضراوة، تجعله أيضاً من أقوى الصيادة في الحيد المرجاني. مع ذلك، فمن الشائع أن تتشارك العيش مع فصائل أخرى في الحيد. في هذه الحالة، استقر عدد من حيوانات شقائق النعمان العماني قريباً جداً من الثعابين، ويبدو أن وجودها لا يشكل أي إزعاج. يختلف هذا النوع من ثعابين موري عن الأنواع الأخرى بكونه غير انعزالي، فهو يعيش في مجموعات صغيرة أو بشكل أزواج، خاصة في عمر مبكر.
تحافظ أسماك المهرج بدورها على علاقة وثيقة بشقائق النعمان التي تعيش معها. تزود شقائق النعمان سمكة المهرج بالغذاء والحماية ضد المفترسات، وذلك بفضل خلاياها اللاسعة التي تتمتع سمكة المهرج بمناعة ضدها. هذا هو السبب الرئيس في اختيارها هذا المكان للتكاثر. يتكفل الذكر بالمهمة الشاقة، إذ عليه مراقبة البيض وتنظيف شقائق النعمان التي تزود البيض بالأكسجين أثناء الحركة. إنها أيام عصيبة بالنسبة للآباء القلقة، لكن قريباً سوف يصبح مئات الصغار جاهزين للتفقيس. في تلك الأثناء تقطع الأسماك وقت الانتظار بأداء رقصات وحركات متناغمة تبدو كتجسيد للعاطفة والاهتمام المشتركين. يتميز هذا النوع من الأسماك بتحول الجنس الآني، بمعنى آخر يمكن لزوج من الأسماك التزاوج، بينما يغير كل منهما جنسه بين ذكر وأنثى عدة مرات في اليوم. يمكن أن تجذب شقائق النعمان أنواعاً مختلفة من المخلوقات، لكن خلال هذه المرحلة تصبح أسماك المهرج ذات المظهر الوادع عدوانية جداً تجاه أي دخلاء، فهي لا تتردد في مهاجمة أي سمكة أخرى لإجبارها على تغيير مسارها. تبدو سمكة دومينو دامسل هذه جريئة بعض الشيء، وها هي تتعرض للتوبيخ باستمرار. في الواقع لا يمكن لأحد أن يشك في مواظبتها وجديتها، مع مغيب الشمس يتغير الوضع في الحيد. تعلم المفترسات أن عليها التحرك للعثور على الطعام الذي تمكن من التملص منها خلال النهار. المواجهات بين المفترسات أمر حتمي، رغم أن أي منها لا يشكل جزءاً من غذاء الآخر. عليها أن تختار أفضل الأماكن للصيد بحكمة، بحيث تتمكن من فرض هيمنتها على تلك المنطقة. يهدد ثعبان موري هندسي الشكل سمكة الأسد من خلال حركة رأسه المتشنجة. يبدو التوتر المتزايد واضحاً بين الاثنين، لكن الحقيقة هي أن الحيد كبير ومليء بغذاء يكفي لكليهما، وسيكون من الأفضل العثور على موقع آخر. تستفيد سمكة الأسد من المميزات التي تمتلكها خلال الظلام. تقوم بفرد زعانفها بحذر لتحاصر فريستها ببطء، وعندما تحين الفرصة تشن هجوما سريعا بينما تفتح فمها نحو الأسفل لتلتهم فريستها وتبتلعها فورا. حالما يحل الليل على الحيد تستمر الحياة، وتخرج المخلوقات الليلية باحثة عن الطعام. تخرج نجمة البحر الرملية من مكان اختبائها للحصول على الغذاء، وعلى عكس الاعتقاد السائد فإن نجوم البحر يمكنها التحرك بسرعة. وهي تستطيع ذلك بفضل امتلاكها هذا العدد الكبير من الأقدام الأنبوبية، والتي تساعدها في الحركة وفي فلترة الرمال لالتقاط الكائنات الصغيرة. يساعدها جسمها المسطح الذي يشبه لونه لون الرمل على الاختباء بسهولة من خلال الحفر والاختباء في قاع البحر،
وما يساعدها على ذلك هو امتلاكها لزوائد تتخذ شكل الأشواك. إنها محظوظة لأنها ليست جزءاً من غذاء ثعابين موري التي تكثر في زوايا الشعاب المرجانية. يخرج سرطان البحر من مخبئه. يعود سبب سلوكه الليلي إلى أن مفترساته تنشط نهاراً. في بعض الأحيان يبقي هذا النوع من السرطان ذيله ملفوفاً إلى الأعلى، فيما يكون مستعداً إذا دعت الضرورة إلى مده والسباحة مبتعداً بسرعة كبيرة. وعلى عكس أقرانه فهو لا يمتلك مخالب أمامية قوية، كما أن قرون استشعاره تمتد على شكل مجرفتين، مما يجعله يبدو أكثر تسلحاً. ولهذا السبب تمتلك هذه السرطانات عيوناً أكبر وأبعد عن الرأس لتمنحها حاسة بصر أفضل. يساعد الجزء العلوي الصغير في العثور على الرخويات التي يتغذى عليها والتي سيأخذها معه إلى كهفه قبل تناولها حتى لا تبقى ظاهرة للعيان. خلال طريق عودته يعثر على حبار مقنع. هذا الحيوان الصغير لا يتجاوز طوله 11 سنتيمتراً. بفضل الخلايا الصبغية التي يمتلكها والتي تسمى حاملات اللون، فإن بإمكانه تغيير لونه، وهو يحاول دون شك تضليل السرطان من خلال التحرك في اتجاه يعاكس اتجاه حركته. لكن إذا لم تنجح هذه الخطة في خداع السرطان، فإنه يستخدم مجساته لتهديد الحيوان المفترس وإخافته. نجحت الخطة هذه المرة، وقرر السرطان تغيير مساره. حتى تحت جنح الظلام تلتزم الحيوانات الصيادة الحذر. تستخدم ثعابين موري بشكل عام الحفر للتحضير لهجماتها المفاجئة، كما تؤمن من خلالها مهرباً ناجحاً. لكن ذلك لا ينطبق على ثعبان موري الهندسي، فهو ينشط في أي وقت كان ليلاً أو نهاراً، ويتمتع بأكبر قدر من الثقة عندما يغادر مخبأه. هذا النوع من التصرفات هو ما يجعله ملك الصيد في الحيد البحري. متموهاً بين الرمال يتحرك سمك موسى الشائع بحذر. يمكن لهذه السمكة أن تغير لونها من البني إلى الأخضر حتى يصبح مماثلاً للون قاع البحر الذي تتحرك فيه، فلا يعود من الممكن رؤيتها. عيناها هما الجزء الوحيد الذي يظهر، وتتحركان مع الفم إلى الجانب نفسه من جسمها مع انتقالها إلى مرحلة البلوغ. يمكنها جسمها المسطح من الانزلاق على قاع البحر أسرع بكثير مما يبدو، خاصة عندما يتعلق الأمر بالهرب من الأخطار الليلية. ها هي الشمس تشرق على الحيد. أسد الليل بطوله تمارس نشاطها الأساسي الصيد. على مقربة منها تستيقظ هذه الصدفة ذات الرأس الملون مع خيوط الشمس الأولى. ينتمي هذا الحيوان الرخوي إلى عائلة كبيرة من بطنيات الأقدام، ويعرف عادة باسم حلزون البحر. ليس المرجان الملجأ الوحيد للمخلوقات البحرية. في هذه الحالة تندفع ثعابين الجنائن أنقليس الجنائن ببطء خارجة من الثقوب في الرمال. سوف تبقى ظاهرة تماماً لأنها تتغذى على العوالق الحيوانية التي تحملها تيارات المياه. وعندما يخيفها أي شيء يبدو خطيراً تختبئ سريعاً في الرمال، فلا يظهر منها سوى رأسها. يمكن لهذه الفصيلة التي تستوطن البحر الأحمر
النمو حتى يصل طولها إلى 42 سنتيمتراً، كما تجتمع زعانفها الظهرية والخلفية عند سباحتها مع التيار لتشكل ما يشبه العرف. تمكنها طبيعتها الاجتماعية من العثور على مستعمرات تضم ما يصل إلى 1000 فرد تعيش معاً في تناغم مثالي. تؤوي هذه الرمال الشاسعة أنواعاً من الحياة تفوق كثيراً ما يمكننا توقعه للوهلة الأولى. يبقى هذا القريدس الصغير من نوع لوثر جوبي حذراً. وكأن قليس الجنائن، فهو لا يغادر ملجأه بالكامل أبداً. إلى جانبه يوجد رفيقه المتيقظ والمنهمك في العمل، القريدس الأعمى. يفتقر هذا البناء النشيط إلى حاسة البصر، لذلك فهو يحتاج إلى سمك الجودجن ليقوم بالمراقبة. بينما يقوم أحدهما بالحفر والبحث عن الغذاء، يراقب الآخر المنطقة، وفي حال لمح أي خطر فإنه يحذر القريدس ليحمي نفسه في مخبأه. حتى يتمكن من أداء مهماته بهدوء، يستمر في التواصل مع الجودجن مستخدماً أحد قرون استشعاره. بذلك تصبح علاقة التعايش مفيدة لكل من الطرفين. تستمر الأحداث على القاع الرملي دون توقف. لا تتوقف سمكة أبي ذقن، سمكة الماعز ذات الخط الأصفر عن الحفر، مكونة سحابة كبيرة في قاع البحر. أثار هذا العمل المحموم فضول سمكة البالون التي تراقب الوضع من مخبئها بين الكثبان الصغيرة. في حقيقة الأمر، فإن هذا الجنون يعود إلى بحثها المستمر عن اللافقاريات الصغيرة التي تتغذى عليها. تبتلع الرمل وتخرجه لاحقاً، بينما تحتفظ بالقشريات والديدان والكائنات الدقيقة الصغيرة التي تحصل عليها بفضل الشعيرات الموجودة تحت فكها الأسفل، والتي تساعدها في تحريك الرمال والعثور على فريستها. يتحرك هذا النوع من الأسماك في مجموعات صغيرة وترافقها بشكل دائم فصائل أخرى تستفيد من عمل أسماك السلطان إبراهيم الحمراء، فتقتات على أي بقايا تتركها على الطريق. يتحرك هذا الأنقليس النجمي بسرعة أخافت سمكة الكاسور. من النادر أن يسبح هذا الثعبان لأنه حيوان ليلي كمعظم فصائل ثعبان البحر. يبقى عادة مختبئاً في الشقوق داخل الحيد، ويبدو أنه الآن يبحث عن مكان للاختباء. حالما يعثر على بقعة ملائمة سينتظر فيها حتى مغيب الشمس. عليه التصرف بحذر لأن هناك مخلوقات خطرة تختفي بتمويه مثالي في هذه المنطقة. يستمر ثعبان الماء في بحثه لأنه لا يشعر بالراحة في وجود السمكة الصخرية، إذ يمكن أن تبقى بلا حراك لساعات في انتظار سمكة تسبح قربها لتقفز وتلتهمها.
مظهرها المذهل الذي يتماشى بشكل رائع مع قاع البحر يجعلها تبدو كما لو أنها مجرد صخرة أخرى في الحيد. ليس هناك ما يجعلك تشك في أنها تخفي سماً قوياً تحقنه عبر 13 شوكة موجودة على زعانفها الظهرية. يمكنها فتح فمها القابل للتمدد خلال جزء من الثانية لتبتلع فريستها. يضم الحيد البحري أيضاً مساحات خضراء تحت الماء، حيث تعيش فصائل أكثر دقة ورشاقة بعيداً عن الأنظار. قد يبدو هذا كفرس البحر، لكنه في الواقع سمكة أنبوبية. وكفرس البحر، تمتلك هذه السمكة فماً بشكل أنبوب يعمل على شفط الغذاء، خاصة القشريات والقريدس والعوالق. تعيش بين أعشاب البحر وتمتلك جسماً طويلاً رفيعاً يمكنها من الاستلقاء بسلاسة على قاع البحر. ليست هذه الأسماك حيوانات نشطة، فهي تتحرك ببطء وتحتاج إلى الراحة بشكل متكرر ما لم تكن في رحلة بحث عن الطعام. الأجزاء الوحيدة البارزة من جسمها الرشيق هي فتحات الخياشيم الصغيرة قرب رأسها، إضافة إلى زعنفة ظهرية صغيرة. فرس البحر ذو الأنف الطويل هو من العائلة ذاتها، لكنه يمتلك جسماً أكثر بدانة وبالكاد يظهر بين المروج البحرية الخضراء. يتشارك العيش في المكان مع أقاربه. يبدو فرس البحر هذا متعباً جداً، وقد يكون السبب في ذلك وضعه الحالي، فذكور فرس البحر مسؤولة عن حمل صغارها في جيبها، ولن يطول الأمر قبل أن يستقبل هذا الذكر صغاره المولودة حديثاً. هذه الحيوانات ليست سباحة ماهرة كما أنها تفضل البقاء قرب القاع. في حقيقة الأمر فإن الكثير منها يموت بسبب التعب خلال الرحلات الطويلة. تتحرك بصعوبة كبيرة بشكل عمودي، تساعدها في ذلك زعانف صدرية صغيرة تتخذ شكل المروحة، وعلى فرس البحر تحريكها بسرعة أكبر من الأسماك الأخرى ليتمكن من الحركة. ليس لهذا الحيوان زعانف خلفية، لكنه يمتلك ذيلاً ملتفاً يمكنه من التمسك بالنباتات والمرجان. في الجوار تبدو السمكة الأنبوبية أكثر نشاطاً، فهي تتحرك بين المرجان والصخور باحثة عن كائنات دقيقة استقرت على الشعاب المرجانية. تحتاج هذه الأسماك إلى تناول الطعام معظم الوقت بسبب الطاقة التي تستهلكها في حركتها الدائمة في الأنحاء. هذه الأسماك بيوضة ولودة، وكما هو الحال مع فرس البحر، فإن ذكور هذه الفصيلة تنقل البيض داخل جيب حاضن يوجد أسفل ذيلها. تبقى البيوض داخل هذه الحاضنة حتى تفقس الصغار. تظهر عينان كبيرتان من بين الشعاب المرجانية. إنها سمكة اليونفوخ، إحدى أكثر سكان الحيد البحري شيوعاً. تتجول السمكة بحذر في أرجاء وزوايا الحدائق البحرية المدهشة. تميزها الأشواك التي تغطي جسمها. هذه الأسماك سباحة ماهرة، رغم أنها تتحرك في معظم الأوقات بهدوء كما لو كانت في نزهة مسائية. أول ما يلفت النظر للوهلة الأولى عيناها، لكن فمها الدائري ملفت كذلك، إذ يبقى مفتوحاً أثناء تجوالها، وهذا يلعب دوراً أساسياً في غذائها لأنها تمتلك داخل فمها سناً ذا أطراف مدببة تستخدمه في تحطيم صدفة فريستها. كونها سمكة خجولة جداً فهي تشعر براحة أكبر خلال الليل، أما في النهار فهي تفضل العثور على مكان ملائم للاختباء.
تبدو كما لو أنها تلعب بين أعمدة الممشى الخشبي. استحوذ فوج كبير من أسماك البزري الفضية على هذا المرفأ الرائع. تعيش هذه الأسماك الصغيرة معاً في أسراب متعددة متجانسة قريباً من الشاطئ الرملي على أطراف الحيد البحري. تتغذى على العوالق وتمتلك أجساداً قوية فضية اللون وعينين كبيرتين بارزتين، كما يميزها خط أزرق زاه يزين جانبها بشكل طولي. وسط كل هذه الحركة لم تعد سمكة اليونفوخ متأكدة من وجهتها. بالمقابل تشكل الأعمدة بالنسبة لهذه الأسماك المحلية المضطربة ملجأ مثاليا، كما تمكنها كذلك من العثور على غذاء كاف. ليس من المفاجئ وجود سمكة الأسد في مكان يعج بالأحياء البحرية كهذا، فهي سمكة انتهازية وليس هناك مكان مزدحم يمكنها فيه العثور على الطعام أكثر من أسفل الجسر. رغم أن سمكة الأسد لا تشكل خطراً على سمكة الشالومون ذات النقاط الزرقاء، إلا أنها هربت خوفاً من وجودها. سمكة الشالومون ذات النقاط الزرقاء مهتمة أيضاً بالتجوال بين الأعمدة المليئة بالشقوق التي تشكلت عبر الزمن، كونها تتغذى على الأسماك والقشريات المختبئة بينها. تتميز هذه السمكة بجسم طويل جداً يمتد من فمها الذي يشبه الأنف وحتى زعنفتها الذيلية التي تنتهي بخيط طويل. رغم امتلاكها زعانف صغيرة، إلا أن جسمها الشبيه بثعبان البحر يمكنها من الحركة سريعاً، كما يمكنها اتخاذ وضع عمودي تماماً تستخدمه عند مهاجمة فريستها التي تعمل على امتصاصها بواسطة فمها الذي يتخذ شكل القمع. ربما كان ذلك هو السبب في تفضيلها التجول في الحيود البحرية قرب الشواطئ، وخاصة قرب القيعان الرملية. في هذه البيئة المليئة بالحياة هناك مساحة كافية جداً لجميع أنواع المفترسات، لذا فمن غير المستغرب أن يكون ثعبان موري الهندسي نشطاً جداً. وكذلك الأمر بالنسبة لسمكة الشالومون التي تفضل قاع البحر الصخري أو الرملي لممارسة أنشطتها. تتجمع الأسماك على هذا القاع الصخري خلال فترة يقظتها المؤقتة في محاولة للتغذي على أي شيء في مرمى بصرها. والتزاماً بنمط حياتها يتجمع عدد من أفرادها في مخبئهم الصغير، فيما ينتظر البعض بينما يبحث الآخرون عن الغذاء. تبقى دائماً على القاع في المناطق الأكثر تصحراً، كما لو كان هناك عالمان متواجهان، عالم في الأعلى وآخر في الأسفل. بعيداً عما يحدث مع كل تلك المفترسات، فإن ما يجذب انتباهنا قرب السطح هو أفواج السمك، فهي وفيرة وكثيرة العدد ومتقاربة بشكل يمنع ضوء الشمس من اختراق المياه.
وصل أحد قناديل البحر إلى هنا بعدما حمله التيار ليتشارك المكان مع فوج ضخم من أسماك السردين. بين تلك السهام الفضية السريعة تتميز أجسام قناديل البحر الهلامية بشكلها الذي يشبه الطبق ولون أرجواني خفيف أقرب إلى الشفاف. يخترق ضوء الشمس أجسادها ليظهر لون غددها التناسلية الأرجواني أو الوردي. لا يمتلك هذا الحيوان قصبة هوائية أو رئتين أو خياشيم، فهو يتنفس الأكسجين بواسطة الانتشار، كما أنه لا يمتلك جهازاً دورياً كذلك. لكن طريقة حركته مميزة جداً، إذ إنه يسبح من خلال انقباضات قوية يقوم خلالها بالتهام الطعام في الوقت ذاته، وذلك بمساعدة اللوامس اللاسعة الرفيعة والكثيرة التي يمتلكها. تعمل مياه البحر على سحب الكثير منها دون أن تصل إلى أي وجهة محددة. عندما تموت قناديل البحر تصبح مصدراً غنياً للمواد الغذائية لبقية الأسماك، والتي يمكنها الاستمتاع بالوليمة طالما لا تلمس المجسات اللاسعة. بعضها يتم التهامه قرب حطام هذه السفينة الغارقة التي تستقر بشكل مبهر في قاع البحر. جنحت سفينة الشحن الإسبانية هذه إلى خليج العقبة بسبب حريق خارج عن السيطرة شب على متنها وأدى إلى مقتل 2 من أفراد طاقمها. وكما لو كان تكريماً لهما، فقد تحولت لحظة الموت تلك إلى مكان تملأه الحياة، فحولته تلك المخلوقات من حطام إلى موطن لها. تتخذ العديد من فصائل الأسماك المختلفة موطناً لها بين الفولاذ الصدئ. من المحتم أن موقعاً كهذا يسكنه ذلك العدد الضخم من المخلوقات الصغيرة سيجذب في نهاية الأمر مستعمرة كبيرة من أسماك الأسد، والتي تجد بدورها مكاناً هادئاً بين الحطام الفولاذي تستريح فيه خلال النهار، وحجرة مؤن ملأى بالطعام ومائدة مفتوحة يستحيل أن تضيعها. هذه القلعة المعدنية التي تستقر في قاع البحر ضخمة وواسعة، تضم مساحة تكفي للجميع. ويبدو أن الجميع هنا يعيش معا بسلام. يخرق فوج ضخم من سمك السردين هذا السلام والهدوء الذي يسود السفينة المحطمة، فيما تلف الستارة المدهشة المكونة من آلاف الأسماك حطام السفينة في منظر ساحر. هذه الأسماك تتغذى بطريقة الترشيح، فتستفيد من الكائنات الدقيقة التي تعيش في الأنحاء. بالتالي فإن هذه الحركة ليست اعتباطية كما يبدو، فالاستمرار في أدائها يمكن الأسماك من احتجاز العوالق في خياشيمها. يمكن لكل واحدة من تلك الإناث أن تضع ما يصل إلى 50,000 بيضة تعوم معاً مع العوالق لمدة أسبوع أو 2 بعد الوضع. في ضوء هذا العدد الضخم من صغار السمك، ليس من المفاجئ أن ينتظر ملك المفترسات حلول الليل. الوليمة هنا مضمونة،
ورغم أنها ستستغل الفرصة بلا شك، إلا أنها تبقى ساكنة في العادة. أو تقوم بحركات موجزة فيما تراقب رقصات السردين الرائعة المتواصلة. تسبح أفواج الأسماك المختلفة في أسراب كبيرة تنتشر في الحيد وتملأه بالحياة. كل عمود في الحديقة المرجانية محاط بآلاف الأفراد. جميعها تحتاج إلى تنظيف جيد للتخلص من الطفيليات. في كهف مخفي بين الشعاب المرجانية تنتظر سمكة الأنتياس بصبر نافد. يقاوم قريدس المرجان المخطط الخروج، ولن تتردد السمكة في الدخول إذا اضطرت لذلك في سبيل تحقيق هدفها. القريدس فصيلة أحادية التزاوج، ويعيش عادة مع شريكه، ويظهر سلوكاً مرتبطاً بالمكان، ما يفسر إبقاء مخالبه الأمامية دائماً نحو الأمام على أهبة الاستعداد. يبدو كما لو أن غريزته استيقظت وجعلته يشعر بطريقة ما أن سمكة أسد راسل قد استقرت على قمة الكهف. في ضوء هذا الخطر يختبئ، مما يشكل لحظة مثالية لشريكه قريدس برون المنظف، والذي يعتبر منافساً رائعاً في فن التخلص من البكتيريا والطفيليات، فيصبح بذلك بديل تنظيف ممتازاً لسمكة الأنثياس. تتوزع آلاف من هذه الكهوف الصغيرة المخفية على قاع البحر المغطى بالشعاب المرجانية. تعيش أسماك كروميس بامي وغيرها من الأسماك صغيرة الحجم على مقربة منها، لكنها تبقى دائماً قريبة من السطح. يقترب وقت الغروب ويخفض الضوء تدريجياً في هذه الجدران العمودية الضخمة. يبحث جميع سكان الحي عن مكان لقضاء الليلة. إلى الأعلى فوق الحيد المرجاني يبحث سمك الرعاد عن مكان يستقر فيه. يمكن لهذا النوع من السمك إنتاج صدمات كهربائية تصل شدتها إلى 220 فولتاً، تقوم بتوليدها أعضاء موجودة في الجزء السفلي من جانبي جسمه. هذه السمكة أكبر حجماً وأكثر رخاوة من فصائل سمك الرعاد الأخرى، كما أن ذيلها أقصر. يفتح الحيد أمامها بوابة نحو الأعماق. عندما يحل الظلام تنشط الكثير من الفصائل كالكرينويدات أو زنابق البحر، رغم أنها تبدو كالنباتات إلا أنها في حقيقة الأمر أقدم شوكيات الجلد. تستريح سمكة العقرب الشيطانية في سكون تام، لكنها متيقظة. تعرف هذه الفصيلة أيضاً باسم السمكة الصخرية المزيفة، لذا فليس من الغريب أن تثق تمام الثقة بقدرتها على التمويه لاصطياد الفريسة. رغم مظهره الذي يشبه نجمة البحر، إلا أن هذا المخلوق الذي يعيش متشبثاً بالرمال هو نوع من شقائق النعمان يسمى أندريزيا بارثينوبيا، وهو مفترس لاحم ذو عادات ليلية، يتغذى على الرحويات والقشريات والأسماك الصغيرة، كما يمتص المواد العضوية الذائبة في الماء كالأحماض الأمينية والجلوكوز عبر لوامسه.
يصنف مرجان زينيا عادة ضمن فئة المرجان الطري، وهو عبارة عن مستعمرة من الزوائد اللحمية المتجمعة في عناقيد تبقى في اهتزاز مستمر، لذلك السبب يطلق عليها اسم المرجان النابض. لا تؤدي حركة الفتح والإغلاق هذه فقط للحصول على المواد الغذائية واصطياد الجزيئات المعلقة، بل أيضاً للحصول على المزيد من الأكسجين. هذه المستعمرات المكتظة بالسكان تجذب جميع أشكال الحياة البرية، ليس فقط أولئك الذين يسعون للحصول على ملجأ، بل أيضاً من يدركون أنه مكان ملائم للصيد. مرة أخرى يلتقي اثنان من أشرس قاطني الحيد وجهاً لوجه. وتبدأ المواجهة بينهما من جديد. في هذه الحالة لا تبدو سمكة الأسد مستعدة للتنازل عن هذه المنطقة الاستراتيجية. أصبحت الآن في موقع متميز بينما يختبئ ثعبان موري عن الأنظار. ليس من المحتمل أن يخوض مواجهة جسدية، فكلاهما يشعر أنه قد يصاب بالأذى خلال أي صراع. لكن في جميع الأحوال فإن على كل منهما عرض هيمنته وتهديد خصمه بالهجوم من خلال الحركات التشنجية. يصبح التوتر أكثر فأكثر وضوحاً، ويقترب الاثنان من بعضهما البعض دون أن يغفل أي منهما عن الآخر. في نهاية الأمر لا يبادر أي منهما بالهجوم، فيما تزداد المسافة بينهما. من حسن حظ كلا المفترسين أن جوع سمكة الأسد يفوق كبرياءها. وبذلك تستمر الليلة في مجراها الطبيعي. خلال الظلام وقبل طلوع الفجر بقليل تصبح سمكة الأسد فتاكة أكثر من أي وقت. لن تكون الأسماك الصغيرة والقريدس والقشريات الأخرى بمأمن إذا لم تلحظ وجودها. تمنحها الزعانف الصدرية والأشواك مظهراً يذكرنا بلبدة أسد مدهشة. سرعتها وقدرتها الإجمالية تعوض عن مهاراتها الضعيفة في السباحة، كما أن حركة الامتصاص الشفط القوية التي تلتهم فريستها بواسطتها تجعلها أكفأ المفترسات في الحيد. يبدو الأمر رمزياً عندما تستيقظ سمكة الأسد قرب حطام هذه الدبابة من طراز M42 داستر، كما لو كانت تلك خاتمة المعركة. تعود هذه الدبابة إلى الجيش الأردني
وها هي تستقر الآن على بعد أمتار قليلة من سطح البحر. كتكريم للسلام، لم يولد سلاح الدمار هذا من سقوطه إلا الحياة. أصبحت الدبابة التي لا تزال على حالها تقريباً، وكذلك المدفع، حيداً صناعياً يؤوي مئات الفصائل، وبالطبع اتخذته سمكة الأسد مخبأاً لها. سوف تبقى هذه السمكة دائماً ملكة الحيود البحرية، تلك التي كونتها الطبيعة منذ آلاف السنين، أو تلك التي تركها الإنسان منسية في قاع البحر عمداً أو عن طريق الصدفة.